المقدم ماجد العزازي هو اللي بيقود فريق البحث والتحريات في القضية. الرائد سيف. سيف عبد الرحمن طبعا غني عن التعريف، مع اننا عمرنا ما تقابلنا، بس من كتر ما سمعت عنه حاسس ان احنا زملاء واصحاب من زمان. شكرا نجاح سعادتك. ها بتعرف ترسم ولا هتكسفنا مع سيادة الرائد؟ يا باشا بقالي 11 سنة شغال مع سيادتك. بس خلي بالك المرة دي هترسم أخطر مجرم شافته مصر، يعني دي أهم رسمة في حياتك، عايزك تركز في التفاصيل اللي هيقولها لك الرائد سيف، مش عايز غلطة. حاضر سعادتك. أنا هستأذنكم. محتاجين تفهموا الصلاحيات اللي معايا كويس يا سيادة العقيل، عشان محدش بعد كده يتعدى حدود صلاحياته. الرائد سيف معانا من الأول، وإحنا معتمدين على شهادته عشان تساعدنا نفهم اللي بيحصل. أنا اللي حدد. أنا اللي أقول إذا كانت شهادته هتفيدنا ولا لأ. أنا بس اللي أقيم أي حاجة ليها دعوة بالقضية دي. وإلا اكلم اللواء سامي وخليه يتخذ اجراءات مش هتعجب حد هنا. موضوع الصياد ده حرس سد مش هيوصلنا لاي حاجه. انا هاجل شهاده الرائد سيف لغايه ما نستكمل تحرياتنا. بص بقى انا هقول لك على حاجه، انا هجيبها لك على بلاطه. انا عندي اسباب تخليني اشك انك بتحاول تعيق التحقيقات عشان تحمي نفسك. الكلام ده باشا، وهطلب التحقيق معاك يا باشا، وهنلاقي بلاوي. طارق ده اتهام خطير. سيوة السيادة العقيد سيوة، انا بس عامل اعتبار لوالدي، والظاهر كده طارق باشا عايز يقيس غلاوة الوالد عندي. كمل يا باشا انا سامعك. احنا هنا يا باشا ما بنشتغلش فرد العضلات، مين يعرف يعمل ايه ومين ما يعرفش، وسلطات بقى من سلطات. اقسم بالله العظيم لو سيف ما اتكلمش النهارده لاكون في خلال ساعة عند اللواء سامي وبوريني الاجراءات بقى هتعجب مين ومش هتعجب مين يا باشا. ماشي انا هعمل لك اللي انت عايزه، لا عشان خاطر بابا بس. شكلك كده مش هتبرد الا لما تسمع شهاده الرائد سيف. لكن اتهامك ليا ده كلام كبير وهدفعك ثمنه.